2 الحزام والطريق، مبادرة التريليون دولار. كلنا عارفين المبادرة العالمية الأكبر في عالم اليوم من الناحية الاقتصادية اللي هي مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أطلقها قبل نحو عقد من الزمان الرئيس الصيني شي جين بينغ. وهذه المبادرة في بعض التقديرات حجمها الإجمالي 1 تريليون دولار. وهذه المبادرة تهدف إلى ربط اقتصاد آسيا بأوروبا بإفريقيا والاستثمار الرئيسي في البنية الأساسية، النقل والمواصلات، سكك الحديد وما إلى ذلك من البنية الأساسية سواء في إفريقيا أو في آسيا أو بعض مناطق أوروبا. إنما الجانب الغربي أمريكا وغرب أوروبا بيروا أن ده مش مشروع اقتصادي ولا هدف الربط، وإنما ده مشروع جيوسياسي هدفه مزيد من النفوذ الصيني حول العالم، وإن الصين تقوم بدور سياسي عالمي لمواجهة أمريكا والغرب. وبالتالي عندنا رؤيتين، رؤية للصين ده مشروع اقتصادي، رؤية أمريكية تجاه الصين إن ده مشروع إمبريالي أو جيوسياسي توسعي الصين بتهدف به القيام بدور في النظام العالمي الجديد أو النظام العالمي القادم. أيضا في انتقادات للمبادرة أنها أدت إلى تراكم الديون في إفريقيا فيما يسمى فخ الديون. إنما على الجانب الآخر في دول كتير شايفة أن هذا المشروع مفيد جدا، هذه المبادرة، من هؤلاء شهباز شريف رئيس وزراء باكستان اللي استضاف اجتماع لرؤساء حكومات منظمة شنغهاي. منظمة شنغهاي بتقودها الصين إنما فيها روسيا، فيها الهند، منظمة عملاقة، عدد السكان في أعضاء هذه المنظمة 40% من سكان العالم. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أشاد بالمبادرة الحزام والطريق، وقال إنه يجب توسيع هذه المبادرة لأنه في جزء منها موجود في باكستان، من شمال شرق باكستان إلى جنوب غرب باكستان في خط اللي هو الممر الاقتصادي اللي هو سكة حديد ومواصلات وطاقة وما إلى ذلك، يصل إلى ميناء جوادر العميق على المحيط الهندي، فبينقل الصناعة من الصين ويمشي في كل باكستان وصولا إلى الحدود البحرية في ميناء جوادر. هذا المشروع الذي تكلف الكثير وتقديرات أنه سيصل في نهاية المطاف إلى حوالي 100 مليار دولار هو جزء من هذه المبادرة. فرئيس وزراء باكستان طالب الصين بتوسيع المبادرة، وقال كمان لازم نشوف الوضع في أفغانستان المجاورة لأن عدم الاستقرار هيؤدي إلى ضعف التعاون، وإن الاستقرار في أفغانستان هيسهل التعاون الإقليمي في هذه المنطقة المهمة من العالم. كمان من حسن الحظ في هذه القمة بالنسبة لباكستان إنه وزير خارجية الهند راح حضر هذه القمة أو هذا الاجتماع لرؤساء الحكومات، لأنه من 10 سنين تقريبا لم يزر وزير خارجية الهند باكستان. في فتور في العلاقات، في توتر، بلدين نوويين متجاورين كانوا في الأصل بلد واحدة زمان، كانت الهند وباكستان وبنجلاديش التلاتة دولة واحدة، ثم سنة 1947 انقسمت إلى الهند وباكستان، وسنة 1974 باكستان انقسمت إلى باكستان وبنجلاديش، فالدولة بقت 3 دول. إنما الصراع بين الهند وباكستان صراع كبير، فتور، حرب باردة، توتر، حتى إن مايك بومبيو اللي هو كان وزير خارجية مع الرئيس ترامب وكان مدير السي آي إيه قال إن العالم كان هينتهي في لحظة نوويا بسبب حرب نووية بين الهند وباكستان لولا إن هو أنقذ الوضع لما نزل من الطيارة ولقى في اتصالات كتيرة من الهند وقام بحل الأزمة بين الدولتين. مجمل القول ان اجتماع منظمة شنغهاي اللي حضر رؤساء الحكومات للدول الاعضاء في اسلام اباد في باكستان ناقش قضايا كتيرة، الوضع في افغانستان، العلاقات مع الهند، التبادل التجاري الداخلي، مبادرة الحزام والطريق
اللي حجمها تريليون دولار، أو الممر الاقتصادي الذي قد تصل تكلفة استثماراته إلى 100 مليار دولار. فكان اجتماع مهم لمنظمة مهمة تضم 40% من سكان العالم. وفاصل ونكمل.